الدكتور هشام العزازي، أستاذ علاج الألم التداخلي جامعة عين شمس. أهلا بكم. النهاردة يوم مهم جدا في عالم الفقرات، في عالم كمان الفقرات أو غضروف العنق تحديدا. خلينا نتكلم as general، مش لازم نبدأ كلامنا بس بالعنق، العنق أو الظهر، بس هو حوارنا النهاردة عن العنق، في حوار قبل كده اتكلمنا فيه عن الظهر، لكن أنا هتكلم على الخرافات، هتكلم على التخاريف الكبيرة والكثيرة اللي ما حد يشتكي من مشاكل رقبته، مشاكل وألم وبتاع، وهنتكلم عن الأعراض اللي بتحصل في الرقبة، لكن كمان غير الألم كيفية التعامل معاه. في ناس لغاية دلوقتي بتروح تعمل شد جامد جدا للرقبة، طب ما ده مش محسوب وبتعمله عند ناس مش دكاترة، ده بيودي الدنيا في داهية، ده ممكن يصيب الإنسان بشلل. في ناس بتستخدم عصاية، ده تخيلوا بقى في 2020 و2021 إن ناس بتروح لحد بعصاية للظهر أو للرقبة، ده لما جنين يا جماعة، ما توصفش بحاجة تانية، ده ملوش حل تاني، ده أسوأ من النصب، ده جنان. النهاردة اسم كبير، ضيف العزيز، وأكيد بيشوف نوعية دي في حواره مع مرضاه، اسم أضاف لنا الكثير جدا في التداخلات المحدودة في علاج الألم، واحد من رموز هذا المجال، من مجالات علاج الألم اللي أصبحت في العالم كله دلوقتي واحدة من المجالات المنتشرة انتشار كبير والمؤثرة، وتلعب دور مهم جدا في كل فروع الطب الحقيقة، لكن النهاردة حوارنا عن المخ والأعصاب أو بشكل عام الفقري. ضيف العزيز، القمة العلمية الكبيرة، أستاذ الدكتور هشام العزازي، أستاذ علاج الألم التداخلي والعمود الفقري بكلية الطب جامعة عين شمس. ضيف العزيز، أهلا بك. أهلا وسهلا. قبل ما أبدأ، أكيد بتيجي لك حالات مرت بالحاجات دي. 30% من اللي بيخش العيادة 30% مجربين العصاية ومجربين التشريط، ويعني جالي مهندس حد شرط له رجليه قطع العصب ومش هيتصلح، وعنده سقوط في القدم، عشان مهندس اقول له انت ازاي توافقت ازاي، قال لي الغرقان بيتعلق في اشياء. 30% 30% يعني كل فعلا. وحضرتك في منطقة تصم يعني مصنفة لانها اللي هي السوبر إليت بتاعة المناطق الطبية، يعني عمل بقى الحتة التانية دي بكام في المية؟ أكتر من كده، هو كله بيجرب، وللأسف بتلاقي زي ما أنت شفت كده سمكري، ده شغل سمكري، وفي ناس بتستفيد، مع احترامي طبعا السمكري ده راجل محترم جدا وشغله محترم بس جدا، مش في البني آدمين، مش في البني آدمين، وبعدين في ناس بتستفيد، يقول لها استفدت، ما هو فكلك عضلات، يعني أنت لو رحت لبتاع مساج كان هتستفيد، بس الاستفادة مؤقتة، هو المشكلة قائمة، الغضروف موجود والألم موجود، تستفيد مؤقت بعدين الدنيا ترجع تاني زي ما هي. فدي يعني لازم طبعا يبقى ليها تقنين ويبقى فيه رقابة، هو فيه بس المسألة وبين فيها وسعت قوي طبعا، ده في العالم كله كوارث. يعني غضروف العنق إيه هو؟ العمود الفقري فقرات منها غضاريف وجواها أكتر حتة شايلانة بعد مخنا، اللي هو امتداد للمخ، الحبل الشوكي. حبل الشوكي ده يطلع منه اعصاب، الاعصاب دي بتغذي ايدينا، ولو كملنا لتحت هتغذي رجلينا. فالغضاريف هي اللي بتساعد على حركه الراس يمين وشمال، وتخلينا نوطي ونعمل راسنا لفوق. لو عملنا عليها حمل زياده، اتحركنا غلط، مسكنا الموبايل بالساعات، الغضاريف دي هتتاثر. والواحد ما قالش ان الموبايل غلط، بس عدله الراس، مسكه الراس، تشيل بطريقه غلط، ترفع بطريقه غلط، كل الحركات دي هتخلي الغضروف يتحرك مكانه، يلتهب، يدوس على الاعصاب، تعمل المشكله. ايه الاعراض اللي بيشتكي منها الناس اللي عندها مشاكل في الغضروف العنقي؟ الام في الرقبه، وممكن يقول انا عندي صداع خلفي في اعلى الراس، ممكن يقول انا ما بحرك راسي الاقي في الم. يعني الرسمه اللي قدامنا دي بتقول لك حتى احنا عارفين دلوقتي لما الحته دي يبقى فيها مشكله، يبقى الغضروف الفلاني اللي فيه مشكله. لما الحته دي تبقى فيها مشكله، الالم ينزل من الرقبه على الراس على الظهر اعلى الكتفين، وبعدين ينزل في اعلى الظهر من فوق، كل ده عنقي وزيه لي في القطر، وبعدين ينزل على الايدين. يبتدي بقى لو داس على الاعصاب اكتر، يقول لك بقى المريض انا بتنزل كهرباء، بتنزل حرقان لصوابع ايديا،
ونقدر كمان نحدد اسم العصب بالظبط لما يقول انا صباع. يعني هي الفكره حاجه واضحه. لكن تخيل بقى انت قلت المقدمه دي، احنا عارفين المشكله فين، واحد يخش بعصايه من بره، طب هتيجي ازاي؟ لا ما طبعا كلام مش مظبوط. هنا بنحدد بالظبط لو عرفنا الالم المكان طيقته هنحدد بالظبط المشكله على طول، هتعرف المشكله فين وتقدر توصل للمشكله وتقدر تعالجها ما دام عرفت المشكله فين. وبالتشخيص فحص كلينيكي الاول، بعدين نعمل تشخيص برسم عصب باشعه رنين على الفقرات الرنقيه باشعه مقطعيه، الاساليب مختلفه للتشخيص بنوصل للمشكله. اذا عرفت مشكلتك هتعرف تحلها. لكن ما عرفتش المشكله وقاعد تجرب، الانسان مش تجارب، ما ينفعش يبقى حاله عقل تقارب. بالظبط. ناس كتير بيجي لها المشاكل دي وتهملها. بمعنى الكلمه تهملها وتذهب الى حته معينه، او تهملها وتاخد مسكنات. شوف احنا الشعور بالالم كلنا هنشعر بيه. يعني زي ما التقرير في الاول بيقول 85% من الشعب الالماني شعر بالالم. كل العالم بقى هيشعر بالالم. في واحد بيشرب الألم ويتعالج، في واحد هيشرب الألم وما يطلبش العلاج. يعني ده بقى الفكرة، الإهمال بقى. فإذا الشعور بالألم ده إجباري، كلنا هنشعر بالألم. الاختيار في إن أنت تتعالج. لا أنا عاوز أتعالج، مش عاوز أفضل أتألم. الألم ده يعني بعد الشر عن الجميع لما بيجي الواحد، لا طبعا لو جه تلاقي آلام والعين ما ينامش، يقول لك انا مش عارف احط راسي على المخد، انا بتقلب يمين وشمال بالليل مش عارف انام. حالته النفسيه بتتاثر كمان، يعني لما الالم يبقى مزمن كمان الناحيه النفسيه تبقى سيئه جدا. يبقى هو مش طايق نفسه، مش طايق، مش عارف يروح شغله. ولو كان راجل كبير في البيت يبقى مش طايق اهله واولاده من الالم. الاهمال هنا لا، ما ينفعش نقعد سنين بقى مهمل ولا لا. هو ليه مهمل برضه؟ هو بيتالم، المفروض يروح. خايف. خايف من الجراحه، اصل فلان عمل حاجه وحصل له شلل، اصل فلان عمل حاجه وحصل له مشكله، هو خايف مرعوب انه يروح يعمل حاجه. لكن مع التطور العلمي اللي احنا فيه وكل يوم نشوف حاجات جديده، لا دلوقتي الموضوع بقى امن جدا ان انا اقدر اوصل للمشكله واحلها بتدخلات زي ما حضرتك قلت في الاول، تدخلات محدوده وتكنولوجي جديد وعلم جديد، واقدر اوصل للمشكله واحلها بدون ما افتح رقبه العيان، بدون ما تدخلها زي التردد الحراري، تبخير غضروف، اوصل للاعصاب وعالجها وبتحل المشكله نهائي. لان برضو الاعتقاد السائد اللي بتساله كتير في العياده يقول لي طب احنا ده مسكن، انت بتدي حاجه كده تموت العصب. مفيش عصب بيموت، لو عصب مات ايد العين تتشال، الكلام ده مش مظبوط. لا ده العصب بيبقى سليم، بنعمل عمليات تحفيز عصب، تنبيه عصب، الغضروف يتشال بالتبخير بآلات رفيعة جدا زي الشعرة بتوصل للمشكلة وتبخر القلب، المريض بيبقى صاحي، يبقى ما يتألمش أثناء العملية، فيش ألم خالص، لأنه بياخد بنج موضوعي زي البنج بتاع السنان بالظبط زي دكتور السنان. ونقعد معاه مثلا نص ساعة ساعة، بعديها يروح أوضته يلبس هدومه وياكل حاجة ويروح البيت. تاني يوم يروح شغله. ده تقدم. غير بقى تخيل في المقابل انا هعمل عمليه جراحيه والبس رقبه، هنا في الطرق الجديده التبخير والتردد الحراري ما بيلبسوش رقبه، بالعكس بقول له العب الرقبه هتعوقنا وهتزود المشكله مش هتحلها، هتعمل تثبيت للرقبه والفقره بتاعتها، وانا مش عاوز كده، عاوز يتحرك، عاوز رقبته تروح يمين وشمال وتيجي. الجراحه العكس، هل الجراحه غلط؟ لا، تكمله، كله بيكمل بعضه، في عيانين لازم جراحه. لكن المنطق بيقول ان لما العيان يجي له مشكله في رقبته ما يهملهاش، ابتدي ادور على الحل الابسط الاول. اتحلت بالحل الابسط، اوكي، ما اتحلتش بالحل الابسط هدور بقى على السكه الاصعب. ده المنطق. التبخير نبدا بيه الاول، نفهم يعني ايه تبخير، وبندخل في انهي منطقه بالظبط نشتغل عليه. الغضروف ده الجزء الطري اللين اللي بين العظم، ليه قلب اسمه النواه وليه غلاف خارجي اسمه الانيولس، او يعني جزء الغلاف الخارجي. النيوكليس دي هي اللي فيها مشكله، فاحنا بندخل سلاح رفيع من رقبه العيان بتوصل لقلب الغضروف وتتوصل بجهاز، الجهاز ده بيطلع تيار كهربائي بنسميه ترددات حراريه او راديو فريكونسي، ونوع معين من الراديو فريكونسي يقدر ياكل قلب الغضروف
ويبخر ويفضل الغضروف موجود بس بدون ما يضغط على العصب. ده تقدم. طب انا العيان الضار في ايه؟ ده فتحه قد راس الدبوس، يعني فتحه ابره بالظبط، يعني مفيش فتحه، يعني كان انا حتى لو هيبص على رقبه المريض بعدها بيوم مش هيكتشف ان في حاجه دخلت وحاجه خرجت. وده معنى التبخير، نوصل للجزء الضار في الغضروف اللي ضغط على العصب ونشيل ضغط الغضروف على العصب. بدل ما حاجه عامله بريشر كده وعامله ضغط، انت شلت البريشر والضغط وحافظت على الغلاف الخارجي للغضروف، فحافظت على الاستابيليتي، على ثبات الرقبه زي ما هو، مش محتاج اركب قفص او حاجه بلاستيك، لان الجراح لما يشيل الغضروف هيضطر يركب جزء بلاستيك. طبعا دي حاجه هتركب، لكن هنا انا هسيب الغلاف الخارجي، وده حل نهائي، لان الناس فاكره ان ده حل مؤقت، لا، حل نهائي، يعني تمثل الجراحه وتفوق الجراحه في بعض الاحيان في النتائج، حاجه كويسه جدا، تقدم. ده بالنسبه للتبخير. طيب التردد الحراري، التردد الحراري جهاز اخر، والتكنولوجي احنا استخدمناه في الطب حاجات كتير، اورام الكبد في علاج الركب، احنا بقى استخدمناه هنا في علاج الام الاعصاب اللي فيها مشكله، ودخل سلاح رفيع وابره رفيعه توصل لاماكن الالم، وبتعالج المفاصل بتاعت رقبته، تعالج الاعصاب اللي نازله على ايديه. اذا هو تكنولوجي جميل، تكنولوجي حديث، والعيان بعديها بنص ساعه بيروح البيت. انا بعالج بيها العصب اللي مسبب للالم، وبعرف بالظبط الجهاز التردد الحراري ده يقدر يقول لحضرتك ان فين المشكله، مش بس بيعالج، لا، ده في الاول بيحدد اماكن الالم، والعين هو صح يقول لي ايوه هو ده الوجع اللي بيجي لي، ده بالظبط الالم اللي بيجي لي، ويبتدي يطلع الذبذبات عليها. يعني احنا وجود العين صحي في العمليه مفيش الم خالص هو بشعر بيه، لكن بنديله التيار كهربائي خفيف وحاسس يقول لي ايوه هو ده الالم اللي بيجي لي مكانه بالظبط. فده اجهزه حديثه وكلها تكنولوجي، كلها حاجات متقدمه جدا وفيري ادفانسد، ومعترف بيها في العالم كله، مش مثلا بنتكلم على اختراع ولا بنجرب في الناس، لا، معترف بيها في العالم التردد كله. التردد الحراري والتبخير دلوقتي واحده من العلاجات اللي هو مينيمال انفيتيف العالميه، هي واف دي ابروفد، يعني والدبليو اتش اي دبليو اتش او ابروفد، فخلاص حاجه. بس لازم المريض يتحرك في الوقت المناسب. ايوه بالظبط طبعا، ويروح بدري ما يلاقي في مشكله، لا يروح ويكشف ونحدد له المشكله ايه، ينفع بالطرق الحديثه، لو ما ينفعش لا يروح يعمل جراح. الاغلبيه ودي النقطه الواضحه، الاغلبيه بينفع لهم علاج بالتدخل المحدود. اغلبيه. المميزات في التدخل المحدود غير اللي احنا قلناه ايه؟ ما فيش جرح. ودي حاجه مهمه جدا، لان الجرح برضه له مشاكله. الحركه الطبيعيه للرقبه في نفس اليوم، مفيش رقبه هيلبسها، رقبه دي حاجه مزعجه جدا، تخيل انت حاجه مكتفاك تتحرك زي الانسان الالي كده، ينزل شغل وبعديها بيوم بيومين انا بقدر اروح بيتنا تاني يوم، ما عنديش مشاكل خالص. النتائج تقارب الجراحه وتفوقها في بعض الحالات، نفس النتائج، وكل الابحاث العلميه بتاكدنا ان نفس النتائج وتفوقها فعلا. تقدر تحدد المشكله مش بس بتعالجها، يعني ده الجهاز يقول لك المشكلة وبعدين يعالجها، ده حاجة يعني تقدم رهيب. يقيس مستوى الألم، يقيس مستوى الألم ده موجود دلوقتي في الانفستيجيشن. التحسن بيحصل لو هي حالة أيضية للتردد الحراري أو التبخير، بيحصل بعد قد إيه؟ في خلال أيام من العملية يبتدي العين يشعر بالتحسن، في نهاية الشهر يبقى في تحسن كامل ونسبة نجاح عالية جدا. وكمان بعد الشهر ده لو احتاجنا علاج طبيعي، عشان العضلات بتبقى ساعات شده نعملها، ساعات ما بنحتاجش علاج طبيعي، في اغلب الاحوال ما بنحتاجش علاج طبيعي، الا لو كان العيان بقى يعني عضلاته ضعيفه مش قادره تشيله، لا يبقى نقويها بشويه علاج طبيعي. لكن التحسن في خلال شهر من العمليه، الحركه الطبيعيه اليوم التالي، الخروج من المستشفى نص ساعه بعد العمليه، فطبعا يعني تقدم جامد. صحيح ان الثقافات في الوطن العربي لسه ما استوعبتش قيمه هذا البرانش بشكل كامل، لكن لا، في كاتيجوري كبير وقطاع كبير من الناس فاهم كويس جدا دور التدخلات المحدوده وعلاج الالم قد ايه مفيد في كل اللي احنا اتكلمنا عنه.
ضيف العزيز واحد من رموز هذا المجال الأستاذ الدكتور هشام العزازي أستاذ علاج الألم التداخلي والعمود الفقري الأستاذ بكلية الطب جامعة عين شمس، كان ضيفي في واحدة من أرقى حلقاتنا في الناس الحلو. نورتنا يا دكتور هشام. الله يخليك، خليكوا دايما مع الناس الحلو.